اهلا بيكم يا جماعه. انا النهارده قررت اعمل فاينلي لايف على اعمل اللايف ده على الفيسبوك. انا مش شاطره قوي في الفيسبوك بصراحه، بس بحاول اكتشفه لسه عالم الفيسبوك. قررت اعمل اللايف عشان اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين، كل وعيد حب سعيد علينا كلنا. انا لسه كنت عم بعمل ستوري للبيج البيرسونال بتاعتي، بس عايزه اقول ان انا دايما كراشه علاقتي بعلاقه الفالنتاينز دي مش حلوه خالص، مش علاقه وطيده نهائي، بالعكس دايما بتحمل لي ذكريات مش لطيفه ابدا ابدا ابدا. بس عايزه اقول ان احنا الحب لازم يكون موجود 365 يوم، مش موجود يوم واحد بس في السنه. دايما حاولوا تعبروا عن الحب بالافعال اكتر مش بالكلام، بس احيانا بيبقى الكلام مهم. يعني انا دايما بقتنع، يمكن عشان برج العذراء، بالحب اللي هو بيبقى ان الشخص اللي قدامك يقولك ان هو بيحبك بالافعال بتاعته، بالاكشنز بتاعته، بردود افعاله، باهتمامه، مش بكلامه كتير. يعني فحاولوا دايما تخلوا افعالكم هي اللي بتتكلم عنكم، حاولوا تخلوا اهتمامكم اللي بيتكلم عنكم. يعني حلو قوي ان احنا نكون بنحب بعض بس مفيش اهتمام، مفيش تقدير. انت تقدر قيمه الشخص اللي انت بتحبه ده احلى بكتير قوي كمان من ان انت تقول له 600,000 بحبك. يعني انا كمان بشوف ان الحب الحقيقي الحب الذي يصمد في وجه الازمات. يعني اكيد حلوة ان احنا نحب بعض في وقت الغرام والعشق والهيام والايام الحلوة، بس بيبقى احلى بكتير جدا لما نتعرض لخبطات وازمات وزعل وخصام ونفضل نحب بعض ونفضل نحترم بعض. وان انت تفضل تحترموا بعض وتحبوا بعض بعد الفراق ده يعني اقوى وافضل انواع واعظم انواع العشق والحب. ياما في ناس مش مع بعض دلوقتي ومش موجودين مع بعض، وممكن يكون كل واحد فيهم مش في طريق، بس كل واحد فيهم بيكن لحبيبه حتى بعد الفراق بعشق وحب في قلبه، ودايما يتمنى ان هو يكون حاسس بيه او بيسمع التخاطر والروحانيات اللي بتحصل. والحب مش حب بس ان انت تحب شخص معين، لا، الحب ان انت تحب باباك ومامتك واخواتك ولادك ومراتك وعيلتك واصدقائك وجيرانك وبلدك. يعني هابي فالنتاين دي، يعني عيد الحب ده المفروض نحتفل بحبنا لبلدنا، ان هي بلدنا بتدينا حاجات كثيرة جدا. احنا كمان لازم نحب بلدنا ونكون بوزيتيف لبلدنا ونكون ذوي قيمة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، وتحب شغلك وتدي فيه، ان شغلك هو مصدر رزقك وهو اللي بيجيب اكل لولادك واكل لعيلتك. فانا بشوف ان الحب ده حاجة عظيمة جدا، بس انا بشوف ان هو اعظم واقيم واقوى بكتير قوي من ان احنا نحتفل بيه في يوم واحد. فانا مش بقتنع قوي بالفالنتاين. ممكن نحتفل بيه، وحاجة حلوة ان انت تقول للناس اللي انت بتحبهم انت مهتم بيهم وتقول لهم هابي فالنتاين. عايزين نحب 365 يوم في السنة. تحية لكل الناس اللي بتحب وبقلبها وبتحب بضمير، حتى لو هم انفصلوا او حتى لو في مشاكل او حتى في فراق او حتى لو الطرف التاني ما بيحبكش وانت بتحب من طرف واحد. تحية لكل شخص بيحب بضمير يعني. وانا بحبكم جدا جدا كمان يا جمهوري العزيز، وبشكركم بجد عشان الصفحة كبرت قوي في وقت صغير جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا بوجودكم معايا، وناس كتير قوي ممكن ما كانوش عندي على اليوتيوب بقوا موجودين عندي هنا. يعني انا بحاول على فكره احيان كتير بقرا كومنتس وبشوف كومنتس سلبيه وكومنتس ايجابيه، وببقى مبسوطه قوي لما بشوف كلامكم حلو وحبكم اللي من القلب. يعني كلنا بنقع وبنقوم وبنقع وبنقوم يعني. بس اوعدكم ان انا هحاول ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان انا اجاوبكم على اسئلتكم. بس والله العظيم يا جماعه انا احيانا كتير جدا بشوف الكومنتس، يعني ما بعرفش ان انا اجاوب على الناس كلها، لان طبعا كومنتس كتيره جدا الحمد لله ربنا يكبر يعني ويكتر. بس على فكره يا جماعه بصوا انا بتكسف جدا، يعني انا عشان بتكلم في وش الكاميرا وانا بتكلم كرشه، يعني مش بتكلم كمتحدث او كسبيكر، بحس ان انا مكسوفه. يعني انا شخصيه بتكسف، برج العذراء بقى بيظهر عليا. شكرا للكلام الحلو قوي اللي انا عماله اقراه وكلام الحب كتير قوي، بس انا بحبكم وانا فعلا بحترمكم. وزي ما قلت لكم الحب الحقيقي هو الحب اللي 365 يوم، هو الحب اللي فيه احترام للطرف الاخر وان انت تقدر قيمته
وان انت ما تزعلهوش وما تهنهوش وما تبعدش عنه، وان انت تفضل دايما تثبت حبك في كل الاوقات، في الاوقات الصعبه وفي الاوقات الحلوه. شكرا وهابي فالنتاين، ويا ريت تقولوا كل الناس اللي انتوا بتحبوهم النهارده، وتتصلوا باهاليكم وتتصلوا بعيلتكم وقولوا لهم ان قد ايه انتوا بتحبوهم وعرفوهم، لان مهما كان برضو زي ما قلت الافعال مهمه، بس ان انت تقول كلمه بحبك او ان انا مبسوط لوجودك في حياتي وشكرا لوجودك في حياتي حاجه بترفع الروح المعنويه، بتدي ايجابيه كده وقوه. شكرا، باي.